أخيرا يلن جات بعد انتظار وتجميع للسحبات الكبير. عملت سكيب الجيان، لكن بما انه كثير من الناس مش عارفين اللي صاير على حسابي، انا عندي سلاح جيان. جبت السلاح جيان في البيتي 40، مش نادم كثيرا مع انه السلاح كالتشارو احسن على كالتشارو طلع، لكن مش مشكلة. عندي 36 بيتي تقريبا، ما اش عارف، تقريبا 62 63 سحبة شيء من هذا القبيل. ف بنجيب الشخصية إن شاء الله، بنجيب الشخصية. هل تتوقعون أجيبها إيرلي؟ لأنه لو جبتها إيرلي أتوقع بروح على السلاح. أنا قاعد أنتظرها منذ مش عارف من البيتا وأنا أنتظر هذه الشخصية. عملت سكيب للتنين الأخضر بسببها. So please here we go please من البداية يلا. أعطيني ألتو. ألتو شخصية الفرسان الوحيدة اللي ما عندي للآن. شوفوا وذرينج، خلينا من البداية ومرنا تباب، لا تجيبوا في العيد. اوكي الان 56، يلا بليز استعمل لنا 20 من السحبات. يا ليتس جو بليز يلن ارلي. هذه 47 48 ليتس جو. اسهل يلن في الحياة، ايزي. ما اخذنا وقت، والله ما اخذنا وقت. ويت او شيت. بنروح على السلاح. وفرت عدد كبير، بروح على السلاح. ما راح اروح على جيان. لما شفت شانغلي اتوقع اني مش رايح على جيان. هير وي جو. مفرم لك، انا مفرم للمديرة. هل ممكن نجيب السلاح؟ لو نجيب السلاح بيكون شيء اسطوري صراحة. يعني لازم يجيني ايرلي، انا حاسس اني ما راح استعمل كل شيء عليها. اعمل 10 على جيان اوكي. لا بعمل 10 على سلاحها. يلا السلاح الاول جاني ايرلي، فصعب يجيني ايرلي مره ثانيه الصراحه، لكن الناس تقول انه الحظ في اللعبه هذه رهيب. جينزو كيبر، اهلا وسهلا، سلاح هذا جيد على ايلن، لكن انا عندي ممكن سلاح الباتل باس باخذه، ممكن يكون افضل. جيب السلاح. اوكي جيب السلاح. هير وي جو. اسهل سلاح في البيتي 20. شت. لا ارجوك بقي فقط 20 سحبة. 30 بدي 30 بدي 30. اوه ليتس جو. وات لا 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 بدي 22. ليتس جو سي 4 دانجن. انا ب 11 دانجن في كل حالة. جماعة تعرف كيف نختمها؟ نجيب جيان الان. ما راح اروح على جيان. ليتس جو. 5 ستار. اوكي ما عندي مشكله، لسه احتاج شويه مرتفي. وخ سي 5 دنجن صراحه مش حابب جيان، اعطيني سي 6 دنجن او اخسر ال 50-50. اوكي خلينا نشوف. 5 ستار ثاني. وات ايش قاعد يصير يا جماعه؟ ايش قاعد يصير؟ الو يا رب اخسر ال 50-50. صراحه انا مش حابب يجيني جيان، لأكون صريح. حتى لو جاني لينكيان مش مشكلة، أنا حاب أجيب شانغلي بسهولة. لو جاني جيان أهلا وسهلا، لو ما جاني جيان أتمنى أنه ما يجي. لو تيجي أوكور الآن، واو كم البيتي أصلا؟ 13؟ آه لا ممكن 20 21 تقريبا، مش عارف 22. المهم أنه ويرلي. لا تعال قبلها. أوكي بليز أو لا أو جانشين، لكن أوكي أنا سعيد أني خسرت 50-50، لكن عن الشخصية الغلط لأني عندي جانشين. مش مشكلة. يلا ضمن الشخصية اللي بعدها. Let's go easy. من يحتاج 50-50 أصلا للشخصية اللي بعدها؟ ضمنت شانغلي. أنا سعيد. اللي صار اللي حبيت إنه يصير كله صار، إلا إني أجيب أنكور وما جبتها. خلينا نشوف سيوان. After casting intro skill، هذه تسهل عليك إنك تجيب هذا، مش أسطورية. خلينا نشوف سي 2. أو دام ممكن استعمل سكيل مرة تانية. سي 2 رهيبة، لكن جبنا دنجن على سي 5. أنا سعيد جدا، هذه الشخصية المفضلة يا جماعة. أنا آسف، دنجن أفضل شخصية في اللعبة، ما في مقارنة. أوكي يلن. هاي يلن، ويلكم هوم. حظ اليوم يا جماعة، هذا أسرع حصة يعني تفتيح شفتها في حياتي. شكرا يوتيوب على المشاهدة، كان حظ أسطوري.